لا يجوز، انتبه لعبارتي، سجود السهو إلا لأحد هذه الأسباب الثلاثة. إذا جاءك أحد، إذا كان سبب سجود السهو أو سجد امرؤ للسهو لغير واحد من هذه الأسباب الثلاثة فصلاته باطلة، وهي التي يعبر عنها الفقهاء يحرم السجود سجود السهو، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وهو الزيادة والنقص والشك. المراد بالزيادة زيادة فعل من أفعال الصلاة، مثل ركعة، مثل سجدة، زين، هذه زيادة. النقص عندهم له معنيان، شوف في باب سجود السهو النقص له معنيان. المعنى الأول أنهم يعنون بالنقص ترك شيء من الواجبات، ترك شيء من الواجبات وهو المقصود هنا. والمعنى الثاني في باب سجود السهو أيضا النقص أي السلام عن نقص ثم يتدارك النقص بعده. وضح الفرق بين الثنتين؟ عندما يعبر في سجود السهو بالنقص، وهذا التعبير مهم لأن سيمر معنا، أحيانا يعبرون بالنقص يقصدون به المعنى الأول، وأحيانا يعبرون بالنقص يقصدون به المعنى الثاني. سنذكر متى يقصدون به هذا ومتى يقصدون به هذا. أحيانا يقصدون بالنقص ترك واجب من الواجبات نسيانا، مثل من ترك التشهد الأول ناسيا، إذن ترك واجب نسيانا. النوع الثاني من النقص السلام عن نقص، بدل الرباعية صلى ثنتين ثم سلم، سلام عن نقص ثم تدارك، ثم تدارك فصلى ركعتين. ما الفرق؟ أن ترك الواجب هناك، طبعا في فروق استمر معنا بتخيل، أن ترك الواجب النقص بترك واجب لا يبطل الصلاة سهوه، وأما النقص بترك ركعة إذا لم يتدارك فإن صلاته إيش؟ باطلة، صلاته باطلة، فذلك لابد من تدارك. ولكن أحيانا يسمون هذا نقص وهذا يسمون نقص. طيب إذن عرفنا معنى الزيادة ومعنى النقص، النقص أمرين. طيب لو زاد ولم يسجد ما سبب عدم سجوده؟ النسيان أو التعمد. سيمر معنا بعد قليل أنه إذا وجب السجود، خلنا نذكره في محلها، خلنا نذكره محلها أحسن شيخ محمد. طيب إذن أخذنا الثاني الشك، ما المراد بالشك؟ قالوا المراد بالشك ترد سم، نعم، هو الشك في الفعل، هو الشك في الفعل الوجود أو العدم، وإنما يكون الشك في الأركان كما سيأتي معنا بعد قليل. إنما يكون الشك في الأركان، شك هل ركع أم لم يركع، هل قرأ أم لم يقرأ، هل صلى ركعتين أم ثلاثا، هذا الشك. والمرء إذا المك سيأتي الواجبات الشك أنه ما يجي فيها سجود سهو، الواجبات ليس فيها سجود سهو، الشك إنما هو في الأركان فقط. الواجبات من شك فيها شك، هل جلست التشهد الأول أم لا، مدام شك في الواجب لا سجود، شك هل سبح، هل قال رب اغفر لي، ليس فيها سجود، إنما الشك يتعلق بالأركان. طيب ما الذي يجب حال الشك؟ ما الذي يجب حال الشك؟ مشهور المذهب أنه، أو ستأتي، خلنا نذكرها الآن لأن سيأتي في الأخير، لكن خلنا نفهم الآن، سيأتي في آخر الباب. مشهور المذهب أنه عند الشك إنما يبنى على اليقين فقط، وسيأتي إن شاء الله عندما نقول متى يبنى على اليقين ومتى يبنى على غلبة الظن. طيب إذن صار عندنا ثلاث صور، سأذكر لكم مسائل وقولوا لي هل هي داخلة فيها أم لا. حينما يكون المرء في صلاته وفي أثناء صلاته يبدأ يفكر، باللغة العامية يهوجس، تعرف شو يهوجس؟ يعني يبدأ يفكر في دنياه وفي، لكنه ما ترك ذكرا وما ترك ركعة وما ترك سجودا، كل ذكر أتى به في محله، فيه السجود أم ليس فيه السجود؟ ليس فيه سجود، ما يشرع السجود له، نعم، هو ينقص الأجر فقط، كما جاء في الحديث إن الرجل يصلي وليس له صلاة إلا نصفها ثلثها ربعها إلى قال عشرها، ليس له إلا عشرها. المقصود أن
هذه ليس فيها سجود، ليس فيها سجود. طيب ستأتي أمثلة بعد قليل هي التي يقولون يحرم السجود لها. كل ما قالوا يحرم السجود له معناه أنه ليس من أحد أسباب الثلاثة، وينبني عليه أن من سجد فإن صلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. طيب قال لا في عمد، إيش معنى قوله لا في عمد؟ أي أن الزيادة المتعمدة والنقص المتعمد مبطل للصلاة، لا يشرع معه سجود سهو. طبعا الشك ما يتصور شك مع فيه عمد، ما يتصور. إذن قوله الزيادة غير المتعمد فيها، زيادة ركن من غير عمد أو نقص واجب، أو نقص واجب غير متعمد فيه، أو السلام قبل أو السلام قبل انتهاء الصلاة من غير عمد. قال وهو واجب. بدأ الآن هذه مسألة مهمة، ركز معي فيها. قالوا فيها إن سجود السهو أحيانا يكون واجب، وأحيانا يكون سنة، وأحيانا يكون مباحا. ما الذي يفيدنا هذا التقسيم؟ التقسيم يفيدنا مسائل. المسألة الأولى أن من تعمد ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته، ومن تعمد ترك السجود أي سجود السهو المسنون أو المباح إيش؟ لم تبطل صلاته، صحت.